السلام عليكم. طلبنا هذا مثال بخصوص السامبلينج ثيرم بالمحاضرة الأولى. أريد السامبلينج هو النايكوست سامبلينج ريت والبيريود، يعني نايكوست فريكونسي والنايكوست بيريود لهاي الإشارة. شوف الإشارة هي سينك، هي سينك. شلون نطلع النايكوست ريت مالتها والنايكوست بيريود؟ اوكي، انا عندي قاعدة عامة تقول 2B في سينك، سينك 2 باي في بي تي. الفورير ترانسفورم مالتها هي ريكتانجل اوف اف على 2B. اوكي، من هاي العلاقة، خلي احدد لك اياها، من هاي العلاقة اقدر اعرف الفريكونسي مال هذه السينك. يعني انا هسه عندي الاف اوف تي، اذا تصير اف اوف اف احولها تصير الف سينك، عفوا ريكتانجل، تصير ريكتانجل اوف اف على 2B. 2B هنا انا هي انها عندي هذه تمثل الالف. اوكي، هاي مال هاي الاشارة اف اوف تي اللي هي هذه اف اوف اف، صارت بالفريكونسي دومين. هذا يمثل لي 2B، يمثل لي 2B. انا اريد بي وحدة اللي هي الفريكونسي وتساوي 500، يعني ألف على 2 وتساوي 500 هرتز. إذن الفريكونسي مال الإشارة 500 هرتز. هسا النايكوست اف نايكوست يكون في حالة المساواة 2 في اف مسج. اف مسج هو هذا، هو هذا 500. زين، إذن اف نايكوست يساوي 2 في 500 ويساوي 1 كيلو هرتز. اوكي، النايكوست بيريود تي ان يساوي 1 على f n ويساوي 1 على 1000 ويساوي 1 ملي سكند. اوكي، انتهى الحل. هذا هو الحل. بالتوفيق ان شاء الله. شوف لك السؤال من البداية، هذا خلاص.